بأنه بدور الجمعيات بالمنطقة، وبأنه بدور هذه المحاضرات العلمية اللي بتنمي الطلاب، بتساعد الطلاب أنه يصير في عندهم experience أكثر وأن يأخذوا خبرات أكثر. وبدي كمان ما بدي أنسى دكتور روجيه شويري اللي راح يكون اليوم مودريتر. بروفيسور روجيه thank you لألك. وهلا بدي أترك الكلمة لرئيس الإمكو الأستاذ أحمد الطيري قبل ما نبلش. ونحن هلا بس بأول محاضرة راح يكون في إلنا هودي الكلمتين، لأنه اليوم هي الانطلاقة لسلسلة المحاضرات اللي نحن حنبلش فيها. وبدي نوه لشغلة مهمة، أنه هيدي المحاضرات هي ما رح توقف بواحد أبريل، نحن حنوقف فقط بشهر رمضان، ومن بعد شهر رمضان رح نرجع نبلش سلسلة محاضرات تانية، وكل سلسلة رح تكون عبر عنوان معين. Thank you لألكم، وبتمنى أنكم تسجلوا بكل المحاضرات، لأنه يلي بيحضر أكثر من 6 محاضرات بيطلع له سيرتيفيكت بالختام. Thank you. دكتور أحمد طيري. شكرا أخي أمير على الاستضافة، الله يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. في زي ما قال زميلنا في سلسلة المحاضرات اللي حتكون إن شاء الله على مدى شهرين. نشكر جمعية العناية بالنظر على الاستضافة وعلى الترتيب والكوميونيكيشن مع السبيكرز. زي ما قلنا مهمتنا في الفترة القادمة إن شاء الله في مجلس بصريات دول الشرق المتوسط أنه نزيد من الجرعة التعليمية الخاصة بالمنطقة وجلب أفضل خبرات في السب سبيشاليتيز اللي موجودة بالنسبة للبصريات، والارتقاء بالمهنة إن شاء الله قد ما نقدر بإذن الله تعالى. فأشكركم جزيل الشكر، وأتمنى لكم إن شاء الله يعني محاضرة ممتعة اليوم. أشكر السبيكرز اليوم، وإن شاء الله على المدار الأسابيع القادمة الجداول حتكون موجودة مباشرة على صفحات الجمعية أو صفحة الإمكو، فمتابعتكم لنا إن شاء الله حيكون يعني إحنا نتشرف بانضمامكم للصفحات أو لمتابعتكم لنا في فعالياتنا القادمة، وإن شاء الله حيكون التعاون ما بين الدول الأعضاء في تقديم المحاضرات اللي ترفع من مستوى المهنة إن شاء الله في الفترة القادمة. شكرا جزيلا لكم، أترك المايك للأستاذ أمير للتعريف بالمودريتر والبدء بالمحاضرة إن شاء الله. شكرا أمير. قبل ما بدي أعرف بالمودريتر، بس بدي نوه لشغلة أنه هيدي المحاضرات رح تكون مسجلة ورح نرجع نعرضها عبر صفحاتنا على وسائل التواصل. وبدي أشكر كل شخص كمان كان عم بيساعدنا بنشر البوسترز تبع السبيكرز ليقدر أكبر عدد من الطلاب أنه يسجلوا. رح أترك المايك لدكتور بروفيسور روجيه شويري. بروفيسور روجيه شويري هو أوفتالمولوجيست، Cornea and Refractive Surgery Specialist, former chairperson, Optics and Optometry Department بالجامعة اللبنانية. من هلأ نحن ما حناخد وقت منكم كتير، رح نترك الوقت الأكثر للمحاضرة. هلأ المايك لدكتور روجيه، ورح نكفي مع دكتور روجيه والسبيكر دكتور بشير أبيض. Thank you دكتور بشير أبيض. Good evening everyone. My pleasure. مساء الخير للجميع. So our lecture today will be about the art of treating dry eyes with Dr. Bachir Abiad. نعرف عن Dr. Bachir Abiad. He is an ophthalmologist and medical doctor from the American University of Beirut Medical Center in Lebanon, certified American trained anterior segment and refractive surgeon from Dallas, USA. He's the chief of the ophthalmology department at Clemenceau Medical Center in Beirut. He's assistant professor of ophthalmology at the Lebanese American University Medical Center. He's an expert in PRK, femto-LASIK, cross-linking, ICL, and intra-stromal rings. Dr. Abiad performs complex anterior segment reconstruction surgeries and all types of penetrating and lamellar corneal transplants, PKP, DSAEK, and secondary intraocular lenses and complex cataract surgeries. So welcome, Dr. Abiad, and please you can start your lecture, Habibi. Fadda. Thank you so much, Attarif. It's actually my pleasure to be here with you tonight. And it gives me great pleasure always to pass the knowledge that I have to my junior colleagues, whether they are residents or junior attendings. And
It also gives me great pleasure to share my knowledge with our colleagues in the same field, our optometrists, because we all know that without optometry, we cannot work. And a good optometrist is always crucial for us to deliver the best optical care to the patient and eye care to the patient. So let me start by sharing my PowerPoint presentation. I don't know if it's, can you see it or not? Not yet. Okay. Okay, I think now it should be. Okay. Can you see the slide? Yes, it's okay, Dr. Abiad. You can proceed, please. Perfect. Okay. So, as you all know, the lecture today is going to be about the art of treating dry eye. Why I chose this topic and why this topic specifically? We all know that dry eyes is a very, very common disease, okay? We know that it affects many patients. It affects them whether they are young, old, genders. It doesn't spare anybody. And we know that dry eyes increase with multiple environmental factors, and we see these patients all over the year, not only seasonal. These are my affiliations when it comes to working in different hospitals, but I have no financial interest or benefit to disclose in this lecture. Let me share the outline that I'm going to follow during this lecture. First of all, I'm going to talk a little bit about the tear film and the composition of the tear film, the underlying mechanism of dry eyes, the comorbidities and causalities that are associated with dry eyes. What would be the treatment plan for each patient? And I'm going to stress that a treatment plan is not uniform between different patients. So let's start with this video. And the courtesy goes to Alcon. They prepared this video and I took permission to use it in this lecture. So let's watch this video. It's a nice video. Is it audible? واضح الصوت? الدكتور بدون صوت إذا ممكن بس تعمل مع الشير سكرين أوديو إنيبل. أوكي. So we should give the audio. Let's speak. I guess you have to stop the sharing, then share again. There's a choice, and share audio sound too. Share audio sound, so if I stop the sharing, okay, let me try that. في box تحت على اليسار مكتوب share sound. في عندنا هون share screen, but there is nothing for share sound. بعد ما تعمل شير سكرين بتفتح لك البوكس عشان تختار البرزنتيشن اللي بدك تعمل لها شير وبعدين في بوكس صغير على اليسار تحت مكتوب شير ساوند او شير اوديو اه شير كمبيوتر ساوند نعم 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 يس اوكي اوكي بيرفكت Dry eye syndrome is a condition caused by changes in the quantity or quality of your tears. The tear film comprises three layers. The outer lipid layer includes components like cholesterols, fatty acids, and phospholipids.
cockpits. Some components serve to increase lubricity and prevent evaporation, while other polar lipids conjoin with some of the mucins to create greater cohesivity of the tear film. The middle aqueous layer contains numerous essential nutrients supportive of the ocular surface environment. It is water-based and includes components such as lysozyme, immunoglobulins, sodium, and some soluble mucins. The mucin layer components include salicylic acid, hyaluronic acid, and mucins such as MUC 1, 2, 4, 16, and 5AC. Some mucins form a cushioning viscoelastic matrix that both protects the ocular surface and provides the even surface necessary for good vision, whilst other mucins function in a glue-like fashion, securing the tear layer to the microvilli and glycocalyx. If tears break up too quickly, the mucins no longer function adequately to sustain tear layer cohesion and surface protection. This may be observed clinically as areas of rapid fluorescein breakup. As the tear film breaks up, the lipid and aqueous layers dry up, causing the mucin layer to diffuse away, leaving the ocular surface bare and exposed. This enables an inflammatory cascade, and sometimes irreversible damage occurs. The patient becomes increasingly symptomatic and often experiences visual disturbance. You notice that visual disturbance is also one of the effects of dry eyes. So let's continue after this nice video. What are the symptoms? So we know that many patients come with heaviness. They tell us that the eyes are heavy. Like Hakim, نحن عنا تقل بالعين. حاسين العيون كتير تقال. ما بدنا غير نسكر العيون. Burning, of course. Foreign body sensation. يقول لك مثل كأنه في رمل بقلب العين. Gritty feeling. في أشخاص بيعرفوا يوصفوها بيقولوا لك إنه جفاف بقلب العين. في أشخاص بيقول لك إنه مثل كأنه في مثل زيز بقلب العين أو مثل عم بيغمضوا على شيء كتير ناشف بقلب عينه. Stickiness. Itching, transient blurry vision, red eyes, and tearing. All of these are symptoms of dry eyes. So whenever the patient comes to you and he presents with these symptoms, you have to think about dry eyes. The exam will tell if this is only dry eyes, whether there is something else causing the dry eyes, whether there is something else even more dangerous happening with the patient. So, Dr. Bashir, صوت مش مسموع. Okay, there. I think okay. تمام هلا منيح. مش حال؟ Yes. Okay. So, اللي كنت عم بقوله إنه كتير مهم إنه ناخد history من البيشنت بالأول and then after taking the history ونعرف شو هي المشاكل اللي عنده إياها examine the eyes. Once you have both فيكن شخصه على أساس نعطي العلاج. So what are the risk factors for dry eyes? We talked what بلشنا lecture إنه dry eyes is very very common. It affects almost all ages. But we know that with age dry eye the risk of having dry eyes increase, okay? Now, it happens with females أكثر من males لأنه we know أن الهرمونز, especially الأستروجين, play a protective role. So after menopause, usually women start experiencing a bit of dry eyes more when it comes to compare to men. Again, hormonal disturbances. Allergy. When a patient comes to you and he tells you that I have symptoms of dry eyes, قلنا واحدة من هدول ال symptoms يلي شفناهم باللكتشر يلي قبل. And at the same time he tells you I have itching, you have to know from the history which is predominant. It's very important. لأنه إذا كان ال patient عم بيعاني أكتر من مشاكل dry eyes, it's mainly the dryness that's causing the itching.
والعكس صحيح. إذا كان البيشنت هيز إتشنج إلا بيقول لك أنا بفرك عيوني لدرجة مش مقبولة، بحس حالي إنه بدي نتفن لعيوني أكثر ما بحك حكم، and وشوية عندي تقل وحريق، then we know that the allergy is causing all of this. Most probably the patient has both allergy and dry eyes, and it's like a cycle. The allergy increases the risk of having dry eyes, and the dry eyes increase the risk of having allergy. So basically, بصير مثل vicious cycle. المريض ما بيعود يرتاح إذا عطيته treatment for dry eyes alone, وما بيرتاح إذا عطيته treatment for allergy alone. You have to combine the treatment to reach the best result. And حنحكي شوي أكتر عن the role of steroids in managing dry eyes later on. Ocular surgery, any kind of ocular surgery. So the patient بيجي بيقول لك حكيم أنا مرات ما عملت الليسك أو الليزر وأنا حاسس حالي ماني مرتاح. بيصير في عندي blindness، صار في عندي blindness، بيصير عم بستعمل أطراف ترتيب. That's completely true. بس كتير مهم إنكم تعرفوا إنه أي عملية including cataract surgery. Cataract surgery, refractive surgery, vitrectomies, any surgery, okay, lead to a certain specific degree of dry eyes, okay? هلا إذا كان في شخص عمل كذا surgery بعين، let's say a patient did cataract surgery and then for a reason صار عنده retinal detachment after a while and the patient underwent vitrectomy for his retinal detachment, then the symptoms of dry eyes are going to be more. So, مش بس نوعية العملية, the amount and the number of surgeries done can also matter. Specific stressors. كتير مهم انه نعرف انه specific stressors contribute to dry eyes. Contact lenses. Many contact lenses are being produced nowadays that are out, that decrease I guess I'm gonna try to mute all. Okay. Okay. So let me go back to this lecture. One second, please. Okay. Okay. So I'll go. Okay. So I'll continue. Contact lenses. We know that many contact lenses being produced nowadays, they decrease the degree of dryness associated with contact lens wear. بس المهم مش بس قصة إنه نجيب the best brand or oxygen permeable contact lenses أو نستعمل dailies. What we have to understand إنه the contact lens itself is not the main and the direct problem. أول شيء the number of hours that we use contact lens in. يعني إذا الواحد بيلبس contact lens like 2-3 hours a day for let's say 2-3 days per month مش الحال. بس الشخص يلي بيلبس contact lens for 16 hours every day on a daily basis, this patient will develop dryness because أول شيء of the chronic use of the contact lens. تاني شغلة, the chronic use of contact lens will develop neovascularization على cornea. The cornea will become more and more hypoxic with time. This hypoxia, these neovessels, this allergy على surface of the eye will lead to chronic dryness. So كتير مهم أن ينعرف what's the pathophysiology behind the problem of dryness so that you can address the treatment. So إذا كان شخص بيلبس occasional contact lens and each time he wears the contact lens he develops more and more dryness and itching, we know that this patient is intolerant to this specific type of contact lens or to any type of contact lens. ساعتها بيصير the solution is to avoid contact lens altogether or to change the brand or find something that's more, ما بعرف, oxygen permeable or even get a daily instead of a monthly contact lens. This is one. Two,
if the patient comes with a chronic use of contact lens for the past 10 years, he wears them daily, 16 hours per day, and he comes to you and he tells you that he has symptoms of dryness, and you see all these neovessels on the cornea, you know that stopping contact lens is not going to solve the problem. Already the patient, he developed inflammation. He has an inflammatory media on the surface. This is where you stop contact lens and you tell the patient that you need to start a little bit of steroids for a short period of time, along with lubricating eye drops. Okay. Now, wind, we all know that wind, of course, dries up the eyes. So it increases risk of having dry eyes. Pollution. في أشخاص بيقولوا لك إنه انتقلنا من بلد لبلد أو من مدينة لمدينة أو من ضيعة للمدينة وزاد الدراينس وقت نزلنا على المدينة أو العكس. So usually cities are more polluted. Pollution leads to dryness because of irritation on the surface. But when things happen بالمقلوب بيقول لك أشخاص إن إحنا كنا بالمدينة and we know that this city is polluted طلعوا على الضيعة وبالضيعة نحن نعرف إنه we have less pollution وبيبلش الدراينس عنده. We have to think more of any allergen. We have to think about any irritant عم بيصير عنا مثل أي causing allergy, and the allergy is causing dryness. Now, low humidity, of course, like air conditioning, any type of air conditioning, whether it's cold or hot. Lack of sleep, of course, and computer work or screen time. Now, when it comes to screen time, we know that it's everywhere. Nowadays, even with the COVID, it became even worse. Working from home, when it comes to the kids, the screen time that's extended, homeschooling, all of this leads to more and more dryness. And we know that the screen is not the danger in itself. The problem is because the brain, when you focus on a screen, does not send any stimuli to the eyelids to blink. And that's what causes more and more dryness. So, كتير مهم إنكم تعطون tips للمرضى يلي عم يجوا لعندكم إنه عم بيصير معهم dry eyes. Give them lubricating eye drop. Okay. بتقولوا لهم إنه every 20 minutes, if you can close your eyes for 20 seconds, it helps. لأنه أنتوا اللي عم تعملوا you're artificially closing the eyes. You're artificially lubricating the eye. Okay. You're naturally lubricating the eye with closing the eyelids. Now, of course, diseases. So, أكيد مش المطلوب إنكم تطلبوا من المريض وتعرفوا بالأمراض, بس كمان لازم تعرفوا إنه sometimes if the patient doesn't improve with the obvious, sometimes there is a more aspect to this dryness. Sometimes a thyroid problem, مرض الغدة الدرقية. Hey, thyroid regulates everything in the body, including secretion of the basal secretion of tear, of aqueous, of the aqueous layer of the tear film. So, إذا حدا في عنده a thyroid problem, you have to suspect in the mouth thyroid, you can have more dryness. Type. The other reason ليش مع thyroid بيصير عندكم dryness is that مع thyroid the globes بيصيروا شوي متفوشين لبرا. Okay, بيصير عندكم more exophthalmos. طيب. And this means that the eyes are a little bit more exposed to the ambient air. وبيصير في عندنا more and more dryness. The third reason, مع الexophthalmos, we have something or an entity called superior limbal keratoconjunctivitis, and I have a photo I'm going to show it to you. Because the eyes are protruded to the outside, the eyelid starts rubbing more and more on the surface of the eye, causing superiorly only this inflammation, how is it called, this friction that causes dryness overall and dryness symptoms overall the eye, but specifically بيقول لك المريض إذا بكبس هون كتير بوجع. Okay, I'm going to show you a picture. Sjögren syndrome. Sjögren syndrome هو مرض بينشف بشكل عام الجلانز. الجلانز lacrimal glands تفرز tears والكمان الجلانز يلي بيفرز السلايفا بقلب التم. So إذا كان المريض هو بشكل عام بينشف وبيقول لكم
بيكون انا بنشف مش بس عيوني بنشف انتبهي and اذا بدي اكل ما بقدر اكل غير ما يكون في كبيت مي جنبي بدي اضطر اشرب شفت مي مع كل لقمة بدي اكلها لانه كتير بنشف ريقي so this is واحدة من الشغلات اللي نفكر فيها هي جوغرين سيندروم والمرضى تاعون جوغرين ما بيتحسنوا على lubricating eye drop they need a treatment to help control this autoimmune disease diabetes معروف حدا معه سكري automatically dryness increase strokes بشكل عام ما بقدر اقول انه اوكي واحد صار معه جلطة طيب ليش الجلطة بتخلي العين تنشف many reasons ممكن تكون direct to the stroke ممكن تكون secondary إذا كانت الستروك for a reason okay, is affecting the sensation تبع العين العين ما عم بتحس يعني ما عم بتدمع بس more so الستروكس يلي ما بتخلي especially على اللي بتأثر على ال closure of the eyelid بتخلي العين exposed ومفتوحة definitely cause huge dryness on the surface of the eye now medications كمان There are a lot of medications ممكن يعملوا dryness. واحدة من أكثر شغلات يلي أنا بسألها وقتها بدي أعمل refractive surgery قبل ما أعمل refractive surgery بطلب من الشباب أو الشابات هل أنتوا عم تستعملوا دواء للجلد حبوب؟ ما بطلب منهم شو اسمه لأنه بعرف أنه ما حدا حيتذكر اسم الدواء أو إذا تذكروا يمكن يعطوني إياه مش مزبوط. في دواء الرواكتين and co. Okay. هيدول كلهم الأدوية بينشفوا جلدة الجسم وبينشفوا جلدة العين وبالتالي بصير في عندكم dryness so كتير مهم نعرف عند أي شخص بده يعمل refractive surgery قبل هل هو عم يستخدم أي دواء مثل الرواكتين وغيره knowing أنه هيدي أول نعرف أنه هو بينشف العين وبنعرف أكتر أنه كمان بيأثر على الميبومين glands يلي هن على eyelids بيخلوا الميبومين glands أنه ما يفرزوا the oil that is necessary لحتى to lubricate the eye. شفنا بالفيديو الأولاني and when we are trying to نشرح شو هو التير فيلم. التير فيلم تفعلنا إنه هو three layers. The uppermost layer is a lipid layer secreted by oily glands. يعني هني الميبومين glands mainly. Okay. رواكتين affects these glands and believe it or not, it does so irreversibly. إذا كان حدا بياخد روكتين كمية كبيرة على فترة طويلة he or she might suffer from meibomian gland disease for a long period of time. Now, غير عندنا أي دواء عنده side effect على lacrimal gland secretion مثل anticholinergics يلي هني مثل areas وغيره. So الأدوية تعول الحساسية. الأريس وغيره هن أدوية بتخفف كثير من عوارض الحساسية. ولكن هلا هيدول صاروا إذا بتكون second generation يعني ما عندهم side effect مثل قبل. الأدوية اللي أقوى منهم اللي كانوا first generation كان عندهم side effect كانوا ينعسوا. مشان هيك في أشخاص كثير بياخدوهم بس ليطلعوا على الطيارة. بيعملوا كمان كثير نشاف على سطح العين. So في أشخاص بيخدوه لحتى يساعدهم على النوم بالليل ونحن بنعرف إنه بالليل the basal secretion of tears is low. So في أشخاص بيخدوا هيدا الدواء ليساعدهم يناموا بالليل all because of severe allergy. بيفيقوا بيقولكم the severe symptoms بيكونوا أول ما يفيقوا الصبح. And you should ask about شو medication اللي عم تاخدوهم لكل مريض. إذا كان المريض عم ياخد واحد من هدول الأدوية اللي هن الأنتي allergy specifically first generation, you should tell them, you know, this might be the problem secondary to this medication. Now, كل المديكيشن antidepressant, بحسب لبنان كل العالم على antidepressant. So, antidepressant, كمان they have a lot of anticholinergic side effect, يعني بالتالي بنشف العين زيادة. Medications for Parkinson, medication for anti-androgens, anti-hypertension. كل هيدول, they have direct toxicity على surface of the eye because of dryness. Now, how do you diagnose dryness and you diagnose the problem and
secondary to which تعرفوا شو هو التريتمنت. You have to start by identifying the risk factors by history مثل ما حكينا بالقبل. تسألوا by history شو هن العوارض اللي انت عم بتحسهم. غيرت منطقة، شو الأدوية اللي عم تاخدهم، شو الأمراض اللي انت عندك إياها، أي متى بيكون النشاف عندك أكثر، الصبح ولا المساء، أي متى بتحس في حكاك مع الحساسية، الحكاك طاغي ولا عفواً عندك حكاك مع الثقل بالعين، شو هو الطاغي أكثر، الحكاك ولا غير عوارض، بيصير في عندك تدميع، بيصير في عندك blurry vision، كل هيدول they guide you لتعرفوا بالضبط انتم مع شو عم تتعامل. Then you start the examination مثل ما اتفقنا. بالexamination شو مستعمل؟ أول شغلة أكيد slit lamp، تكون تشوفوا على slit lamp تشوفوا العين. بس what are the measures that you do on slit lamp لحتى تسمح لكم تعرفوا to narrow down شو هي المشكلة. One, you have to use fluorescein. Fluorescein strips لازم يكون موجودة عند كل optometrist عند كل ophthalmologist. You use it to stain the tear film and then you observe the tear film. إذا لقيتوا إن التير فيلم is disappearing quickly and drying up quickly بسموه the breakup time. إذا كان قصير نحن بنعرف إنه إنه في عنا already مشكلة dryness. Then you can use the fluorescein كمان لتشوفوا إذا في عنا punctate epithelial erosion، يعني عم نشوف مناطق على الكورنيا النشفة بتبين as if dots of stain على الكورنيا. الدوتس of stain الموجودين كتير مهم تعرفوا محلهم. إذا مبين الدوتس of stain موجود only inferiorly نحن نعرف إنه نحن عم نتعامل مع نشاف because of two reasons، ويمكن يكون في غيرهم بس نفكر فيهم. إذا عندكم يوم من تحت هالستين معناتها المشكل أكتر شيء وقت عم بينام المريض عم بتشق عينه عم تنشف، or ممكن يكون عم ياخد أطراد that are toxic to the eye وهالتوكسيسيتي قاعدة من تحت وعم تعمل لي هالستينينج التحتاني. إذا كان الفلوريسين ستينينج عم بيكون in the center، يعني بتعلو الجفن ما في ستينينج، بتوطي الجفن ما في ستينينج، بس بالنص the cornea is stained معناتها نحن عم نتعامل مع a direct exposure للعين هي اللي عم بتخليها تصير dry. مثلاً air conditioning، okay, it dries up the eye in the center. مثلا wind. Okay. إذا لقيت staining only superiorly, you have to think about thyroid disease. Or you have to think about allergy. طيب. What is Schirmer test? Actually, خليني فرجيكم يوهم هون على الصور. So this is what I was talking about. ما بعرف إذا مبيني عليكم الماوس. عم فرجيكم هون. أول شغل إذا أنا بدي أطلع على هيدا البيشنت. One, the stain خليني شوف بشكل كتير واضح the rim of a LASIK flap the patient عمله. You see that? The rim of the LASIK flap is very apparent here. So we know already إنه في عنده a reason ليش هذا patient dry. تاني شغلة. You see هال black هون. هيدا كل هيدا البلاك is وقت ببلش التير to break up. بسموه تير break up time. أنا بعمل staining بلا المريض غمض وفتح بتكون كلها green and then ببلش عد seconds. بس ليبلش يظهر هيدول السود اللي على جنب بعرف إنه this is the break up time. Let's say إنه أنا عدت 3 seconds. What's the normal break up time? Usually the break up time لازم يكون up to 10 seconds or 11 seconds. إذا حدا كان عندي أنا 3 seconds معناتها هذا patient كتير dry. طيب the third notice اللي لاحظناها كمان هي هيدول punctate epithelial erosion inferiorly. You have to know إنه okay inferiorly معناتها هذا patient ممكن يكون في عنده leg of thalmus. Leg of thalmus يعني بالليل بشق عينه تظهر عنده هيدي الشقفة من الكورنيا. Or كتير منشوفها عند LASIK patients for a reason بتكون كتير مأثرة المنطقة اللي هي على الانترفيس، يعني بتكون جوات المحل ما عملنا الفلاب تبع LASIK منا برات الفلاب ولكن بيكون على المنطقة تحتانية تبع الفلاب. This is very common in LASIK patients. Okay, so عملنا فلوريسين، عملنا break up time. We know all of these from the break up time now. طيب. The second test that we can do in clinic is Schirmer test.
What is Schirmer test? Schirmer test is a very simple test. يكون في عنا Schirmer strip اللي هي موجودة. And بتكون تحطوها بطريقة على lower eyelid of the patient. تعلق بالlower eyelid of the patient. وتقولوا للمريض انه ينطر for 5 minutes and then you count لوين بيوصل التيرز على الستريب. كتير مهم اذا نعمل هيدا الشيرمر تيست انه ما يكون رياكتيف. تخيل حدا عم بحط ورقه بقلب عينكم، اكيد تدمع العين، بدها تدمع وبدها تبكي وبدها تشرشر. سو اكيد ساعتها الشيرمر تيست حيطلع عنا فولسلي نورمال، لانه انتم حاطين ورقه بقلب العين، ذاتس واي العين عم بتدمع زياده عن اللزوم. بين كانه انتم يو سكريت ا لوت اوف تيرز. سو شو هو البيس تبع الشيرمر تيست؟ اول شيء يو هاف تو بوت an anesthetic eye drop inside the eye. Then, بتجيبوا a sterile cotton tip وبتنطفوا ال inferior fornix. You clean the inferior fornix مزبوط. Once تأكد انه ما عاد في tear film نهائيا على سطح العين، بتجيبوا الشيرمر تيست، you bend it, you put it in the lower fornix وبتنطروا 5 minutes. If after 5 minutes you read a reading that is less than 10, معناتها the patient has dryness, less than 5, it's very dry. Okay. Now, what is lissamine green? Lissamine green هو another stain, مثل fluorescein. Now, fluorescein is very readily available in Lebanon. You can find it anywhere. And it's very easy to find, very easy to use. Lissamine green بلبنان مش موجود. And actually, I got mine from the States. عندي كم بوتل بستعملهم بس للproblematic cases. If I want to make sure of something that I cannot see with fluorescein. شو أهمية lissamine green compared to fluorescein? Fluorescein زي ملاحظين stains everything. Okay. وما بيبين على الفلوريسين هيدا الستيننج اللي انتم شايفينه هون اللي هو punctate epithelial erosion الا ما نوصل الادفانسد دراي ايز. Stain بالفلوريسين you need to have dead cells, dead epithelial cells. مثل ما شفنا بالفيديو اول شيء صار في عندك dryness. بعد ما صار في dryness the area of the mucin gets exposed, then some epithelial cells starts dying and sloughing. These dead epithelial cells تحتهم they will stain by fluorescein. Fluorescein by definition is a hydrophilic molecule, يعني هو molecule بحب المي. So ما حيصبغ شيء على سطح الكورنيا غير ما يكون عنكم فراغ، يعني عنكم cells ماتوا من dryness. أما اللسامين green it stains the mucin يلي هي the third layer or the innermost layer of the tear film. So كتير استعمال لسامين green ممكن يكشف لنا شغلات عبكير قبل ما الفلوريسين يصبغ لنا إياه. طيب if I have على لسامين green this staining we know that this area is dry. لاحظين هون كيف it's هوني it's nasal or temporal مش مأكد كمان it's dry. خليني افرجيكم صورة تانية. How about this? Look dryness وين مركز. مركز كل الصباغ superiorly only. So this condition اللي كنت انا عامل لكم عليها مع الثايرويد. It's called superior limbal keratoconjunctivitis. It's a problem that usually تجي مع thyroid disease بس مش بالضرورة. ممكن تجي مع غير شغل. But thyroid disease is one of them. كمان age is one of them. لأنه أوقات بيصير الكونج conjunctiva بتصير كتير في طبقات of conj فوق بعضها فالفريكشن بتزيد. Anything that increases friction بيعطيكم هيدي البيكتشر. وكمان contact lens. A chronic use of contact lens can lead to SLK أو superior limbal keratoconjunctivitis. Now the last picture that I'm going to see you on this slide is allergic giant papillary conjunctivitis. What is this? وقت نقلب الايلد ونشوف these giant papillae على الايلد and you can see it in your optical shots very easy. You flip it you see it on the slit lamp. حتى بدون slit lamp هذا كثير مبين it's giant بس لكن صغار فيك تشوفون كمان. These are an indication that allergy is happening. Allergy means that you need to treat the allergy. If you don't treat the allergy وعالجت dryness by lubricating eye drop it will not work. هلا هون بدي اتطرق لشغلة على جنب. I don't prefer that a patient will be prescribed
topical steroids بدون ما يكون under the supervision of an ophthalmologist. ليش؟ لأنه كتير أوقات ممكن يكون steroids يتاخد لأنه كتير بيريح الدراينس وكتير بيريح الألرجي فبينبسط فيه المريض يبلش يرشرش منه الستيرويد وإيفنشيلي بيوصل بعد 5 to 10 years عنده cataracts maybe عنده glaucoma. حتى even in my clinic I don't give steroids لpatients بحس أنه صعب عليهم يرجعوا يراجعوا معي. For example حدا جاي 10 أيام على البلد مسافر I don't like to give steroids. Although أنا أفسر له أن الأطرات اللي حأعطيك يوهن to treat the allergy and the dryness are going to work. بس إذا كنت أنت تحسنت we need to give you something else under monitor in the future. إذا ما تحسنت after one month go back to me and I will give you this additional eye drop. طيب the second thing that you need to know ليش مع الallergy ومع dryness وقت يكونوا combined بحب أني أعطي steroids. The vicious cycle اللي كنا عم نحكي عنه allergy leads to dryness dryness leads to allergy it's like a cycle شيء عم بيزيد شيء you cannot break the cycle without giving steroids you have to give a little bit of steroids لحتى المريض يحس حاله انه ارتاح من كل هالعوارض خفت الانفلاميشن and then ببلشوا اطرات lubricating eye drop والانتيهستامين مثل اني انتيهستامين بالسوق ما بدنا نذكر اسامي عشان نقول عم نعمل دعايه هلا بس اي انتي هيستامين اي البريزرفاتيف فري لوبريكيتنج اي دروب اف جيفن توجذر ذي شود ورك بس ذي شود بس ذي ورك نايسلي اذا انعطى مايلد ستيرويد اون توب بس اجين اندر كنترول يو كانت جيف ات فور لايك 2 مانثس تقول المريض روح راح لك شهرين وتعال اوكي اي هاف سين بيشنتس هو ار 20 اند 30 ييرز اولد وذ كاتاراكت اند وذ جلوكوما هو لوست ذير فيجن بيكوز اوف كرونيك يوز اوف ستيرويدز ذس از نوت ا جوك Now, أوقات بطلب لابس أي متى إذا كنت أنا I'm suspecting diabetes I'm suspecting Sjogren syndrome I'm suspecting thyroid problem شفت شيء حسيت في شيء a clinical hint عم بتصوبني towards a disease then I order labs. Now, how do you manage already وقطعنا على كتير شغلات treat the main cause صح تفهم في عنا cause treat it عنكو allergy treat the allergy you have ريسك فاكتور معين مثل الاير كونديشنينج بعده عنه او عدوا بطريقه ما يجي دايركت اكسبوجر عليكم سو تريت ذا مين كوز افويد ذا ريسك فاكتورز ارتفيشال تيرز ايتش كايند اوف ارتفيشال تير بدكم توصفوا للمريض يو شود اندرستاند هيدا الارتفيشال تير من شو مركب وانتم اي نوع من الدراينس عم بتعالجوا اذا كانت الدراينس كانت مشكله مينلي فروم ذا ميبومين جلاندز ذن You have to give an artificial tear بقلبه combination of aqueous and lipid. في عنا كتير بالسوق بيكون بقلبهم an oily substance. بيحسوا بيقولكم المرضى إنه هيدا ال lubricating eye drop اللي عطيتوني إياه حسيناه مثل الزيت. Okay. هيدا بينفع للأشخاص اللي عندهم meibomian gland disease. Knowing إنه the blepharitis is a huge contributor مثل الallergy huge contributor لل dryness. So كتير مهم. إذا كنت عالجوا الارتفيشل الدراينس باي ارتفيشل تيز تو اتفقنا نعالج شغلات اللي اون ذا سايد لان الالرجي هاف تو تريت الالرجي اف يو هاف بليفرايتس يو هاف تو تريت بليفرايتس اند ذير ار سيفرال ويز تو تريت بليفرايتس ستارتنج فروم ورم كومبريسز مساجز لا حد ما نوصل ل سم ميديكيشن ذات وي كان جيف ان كلينيك اوكي مثل الدوكسي سايكلين وغيره طيب Sometimes we use ointment. أكثر شيء مسوياً إذا كان المريض the main problem تبعه له هو عند الفيق الصبح. إذا وقت الفيق الصبح المشكلة تبعه له هي هناك معناته في شيء عم بيصير خلال الليل. And sometimes we opt to give a lubricating ointment at bedtime to improve the dryness. Topical antihistamine and topical steroids مثل ما اتفقنا نستعمل هدول to break the inflammation and to treat the allergy. Topical cyclosporin. Cyclosporin is a drug كان موجود بلبنان اسمه ريستيسس اوكي والسايكلوسبورين الفكره تبعه مثل ما اتفقنا نحن if we want to treat the dry eyes we need to decrease the inflammation on the surface of the eye لان نحن بنعرف انه chronic dryness increase inflammation and inflammation increase dryness so ما فيكم تخلوا المريض كل الوقت على ستيرويدز انتو you want to treat inflammation من هون طلعت فكره السايكلوسبورين it's a safe drug that's used usually twice per day
and that needs to be used for at least 6 months. لأنه يبلش الإفكت تبع المديكيشن مع 2 months. And you need to keep using it for at least 6 months to keep the effect of the medication. Now, خلونا نستوقف هون شوي. Unfortunately, restasis مش معاد موجود بلبنان for reasons, يعني شايفين المشكلة كيف في أوقات medication عم صعب علينا نفوتها على البلد. بس let me explain two notions. الليفيتاغراست يلي هو basically الزايدرا. الزايدرا هو another molecule بيشتغل بنفس الفكرة تبع السايكلوسبورين يلي هو it decreases the inflammation on the surface of the eye. من وراها بيتحسن الدراينس تبع المريض. Needs to be كمان also put under the medication that we can use for the patient. زايدرا على فكرة كمان لهلأ ما فات على لبنان. These two medication can cyclosporin ولا can lifitegrast. نيناتون they are safe drugs. بس أنا بفضل إنه to monitor the patient every 3 months. نتأكد إنه ما صار في عنا any side effect from this medication on the patient. Let's say مثل ما قلنا it's a safe drug. Usually I've never seen any patient have any problem with these medications except إنه أول أسبوعين بيحرق كتير المريض. أول ما يحط النقطة على عينه for like تقريبا شي 2-3 minutes. If after 3 or 4 months from using these drugs, the patient doesn't improve at all, no need to continue for 6 months or 1 year. Knowing that the Xiidra treatment is very, very expensive, okay? بالإمارات موجود وبيتغطى بشركة insurance. So the insurance pays for this medication. Now, when it comes to artificial teeth, في a new trend هلا منشوف على بعض ال labels some of the artificial teeth سموهم cross-linked hyaluronic acid. And I asked what was the benefit from having a cross-linked artificial teeth or cross-linked hyaluronic acid in artificial teeth compared to a non-cross-linked one. وكانت the explanation that was given to me, a cross-linked hyaluronic acid stays on the surface of the eye longer. لأن a cross-linked hyaluronic acid binds to the mucin. إذا بتكون it mimics the mucin. That's why بيدلو حابس كمية المي الموجودة على surface of the eye for a longer period of time. Okay. What about the plugs? Are small devices of silicon made of silicon that closes the punctal ducts in both eyes. بمعنى آخر اللي عم تعملوه إنكم عم تمنعوا تصريف التيرز عن طريق ال ducts. طيب, if you put these plugs, what will happen? Two things. One, the tear film يلي موجود عنا حيصير thicker, يعني حيصير في عنا more tears. هالشي in theory لازم يحسن كتير dryness. أكتر حدا بيتحسن على the plugs هن الأشخاص that have a very fast breakup time, يعني مش عم بيضاين أبدا الدمع على سطح العين, and who don't have any inflammatory component على surface تبع العين. يعني they don't have allergy, they don't have blepharitis, they don't have any inflammation going on لأي سبب من الأسباب, then definitely plugs will help. واحدة من هال conditions is superior limbal keratoconjunctivitis. SLK. SLK is not inflammatory in nature. It's basically chronic friction on the surface of the eye. So putting a plug almost always helps. Okay. إذا كان في حدا عنده dryness secondary to a refractive surgery like PRK or LASIK, ما عنده allergy, ما عنده blepharitis, it's basically only the surgery that dried up the eye. Okay, because it affected the nerves, then plugs would definitely help. Okay, now we have other treatments. We have the thermal treatment for MGD, lipid flow. It's basically what they do. These machines, they heat the meibomian glands on the eyelids, and subsequently they allow for more secretion of the oil من هيدول meibomian glands on the surface of the eye.
أكيد this treatment should be tailored to the patients يلي هني عندهم blepharitis وعندهم meibomian gland dysfunction. إذا حدا كان عنده mainly a dryness because of LASIK بس meibomian gland ما في أحسن منهم, you cannot give this treatment to them. المشكلة مش meibomian glands, المشكلة هي lack of production of aqueous. Now the last technology that I encountered, it's like I don't know how many years old, but it's relatively new, is nerve stimulation, like EI. It's a machine basically that sends light waves to all the neurons that supply the meibomian glands. Well, theory behind it, and it's not only the heat, it's basically a nerve stimulation process. So after 3 or 4 sessions of this machine, the studies show, the studies suggest, the improvement is because of a chronic stimulation of these meibomian glands. Okay, so I think some patients would benefit more than other patients. So this is my presentation. I know that I did not cover all the details of this huge topic, but I would say, it's a nice topic to tackle. It's a nice topic to talk about from فترة لفترة. And of course, the experience مع الوقت بيخليكم تعرفوا what patients would benefit from what treatment. I will open the floor for questions. If Professor Roger is a بتحب to ask your hey, thank you very much. Thank you very much, Dr. Abiad. عندي أنا 3 questions من participants وعندي أنا 1 question اللي أنا لحضرتك. So the first question من ياسمين جولاك تسألك, do the hormonal disturbances that may happen to adolescents, or she said small ladies, she means adolescents, can also cause dryness? هاي the first question. Yes. لإلا. Second question لإلا, if patients using the skin medication and the patient stopped this medication, does the dryness go away directly or not? Okay, excellent questions. So when it comes to adolescents, we know any condition that affects the hormones in the body causes this. هلا دائما انا بقول له المريض انه dry eyes is a combination of factors that led to dryness. طيب, so إذا نحن عندنا patient عنده blepharitis and عامل refractive surgery ومشي حاله, and then at the age of 40 because of change in the hormones, an additional factor زاد على المشكلة, then we know إنه okay, so صار عنده dryness, بلش يشعر فيها بالوقت اللي هو كان عنده mild dryness, صار severe dryness. عند الادوليسنس ما كتير بيشعر فيها, ما عندهم غير شغلات to add on top except هيدي الهرمونز. So basically, yes, definitely, hormones do play a role, بس إذا كانت the only role, sometimes the patient doesn't feel it. مشان هيك معظم الأشخاص يلي from hormonal problems, الأشخاص اللي بيعانوا هن الأشخاص اللي بيكونوا on the older age, مثل بالمينوبوز, أكتر من البريجننت. البريجننسي بنعرف إنه ممكن يعمل هيك, والبريجننسي أكتر من الأدوليسنس. يعني الأدوليسنس بيكونوا هلأ بينهم بالبول يمكن. So basically ما it's not the only factor that always pushes patients to go to feel dryness. When it comes to the second question, Roaccutane أو أي anti vitamin A, they cause this meibomian gland disease or meibomian gland degeneration. So إذا كان المريض عم ياخد دوز قليل ونلحق بالأول والأوفتالمولوجيست انتبه إنه في مشكلة and they stop the medication, then everything might be reversible to almost 100%. لأن نحن نعرف إنه we don't need all 75 meibomian glands to function. So إذا نحن we lost like 10%, it's fine. أما إذا الواحد كان عم ياخد روكتين for 2-3 years, very high dose, on off على نفس الديزيز, eventually بيوصل لمحل almost 50-60% من الميبومين جلد بيكونوا راحوا. Even if you stop the medication, خلص, the damage is irreversible at that point. So كتير مهم تلقات الشغلة من أولها. Okay, إن شاء الله يكون جواب على أسئلتك. لا تمام. Another question please from Aya Almais. عم تسأل about allergy, إنه
And we can use steroids for weeks and months. We have to stop this treatment somewhere. يعني, or some, yes. She is asking, yes. إنه, طيب, إنه, إذا ما حلينا قصة البروبلم يعني ال الاتيولوجي أو الأوريجين of this problem of allergy ورجعت هالallergy can we manage يعني the same managing technique هيك عم تسأل بهالطريقة هيدي إنه okay كمان very good very 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 good question okay so سؤال كتير بمحله لأنه الallergy does not go away okay الإنسان دائما أنا بيجي لعند المريض فسر له إنه الallergy will not go away I'm not treating your allergy. I'm treating the symptoms of your allergy. طيب. So نحن بنعرف إنه حترجع تتكرر. كتير منيح. كل مرة تتكرر بيعطي ستيرويدز أكيد لا. الهدف تبع التريتمنت أول ما بيجي لعندي المريض بيكون يوجولي العيون كتير منشفين. الألرجي بيكون كتير قوية. وبيكون هذا السايكل موجود. So أنا إذا بدي أعطي تريتمنت ما بعطي بس ستيرويدز. بعطي ستيرويدز. بعطي لوبريكيشن. بعطي أنتي هيستامين. الستيرويد بيقف بعد أسبوع أسبوعين. بهالوقت بيكون اللوبريكيشن والأنتي هيستامين بلش. وبشرح للمريض إنه أنت يول will be cured from dryness. These two safe medications, the atrat, هدول, are very safe for you to repeat كل ربيع وكل خريف, حتى لو كانت عوارضها كتير خفيفة. ما توصل لمرحلة يصيروا عوارضها كتير لنضطر نرجع نعطيك ستيروز عن جديد. So أنا بعطي ستيروز مرة واحدة. بس التريتمنت الثاني والثالث اللي هو اللوبريكيشن والأنتي هيستامين بقول له رجع عيدهم أول ما تحس بعوارضك. Very interesting. I have a question from Rula Abdelrazzaq asking about masks. So the problem actually with dry eyes caused by wearing the masks, you know. So what do you suggest for this problem? So two things. أول شغلي, الماسك هو مرض العصر, يعني ما فينا نهرب منه, unfortunately. أول شغلي بنقدر نعمله, في specific type of masks, or surgical mask, أنا وبروفيسور رجيب نعرفون. بيجوا بيكونوا هون كلهم بقلبهم a kind of nylon أو بيكون في foam okay. هالفوم بس تنكبس هيك ما بيخلي شيء من بخار يطلع لفوق لأن احنا بدنا نشتغل على surgical microscope كتير بيزعجنا الفوم يلي بيطلع على العين وعلى الأزاز وعلى البينوكولرز ما بنقعد نشوف so بنستعمله بالسيرجريز بيمنع هيدا الفوم يطلع إذا حطيته هيدا النوع من الماسك أول شغلة it will get rid of الهيت يلي بيطلع على اللعين. تاني شغلة we know انه اكيد of course كل ما فيكم تتجنبوا الماسك تجنبوا وشيلوا. تالت شغلة انا بقول له للمريض انه خلي معك بجيبك من هيدول الصغار اليونيدوز artificial tears. مش ولا بد انت مزعوج من الماسك you put this artificial tear every hour. بس يتفقنا quality of the mask if you can get a surgical one will help. Avoiding the mask as much as possible بالمحلات اللي فيكم تشرح فيها الماسك. Lubricating the eye. Okay. سؤال مني أنا هلا. I have a question for you, Dr. Bashir. يلا. نحن عم نحكي بخصوص severe dry eye. شو الاكسبيرينس تبعك؟ بالنسبة للuse of scleral lens أول شيء بالنسبة to treat scleral lens يلي هي بتكون معبية هال artificial tears هيدا it's a new technique أو it's a new strategy second شو رأيك بالautologous serum eye drops يلي كمان suggested for treatment of severe dry eyes لأن نحن بنعرف إنه artificial tears الموجودين حاليا okay it's like natural tears بس ما في بيكون بقلبهم الانتيباديز او الالبومين او الفيتامينز يلي يوجوال او الاي جي اف يلي هو الابيديرمال جروث فاكتورز يلي هو اساسي كمان بالكومبوزيشن اوف ذا تيرز سو شو رايك كمان بهالنيو تكنيك او نيو بروبوزيشن اباوت اوتولوجس سيروم اي دروبس يلي بيتاخد تنفهمهم بس شوي للاوبتومتريست يلي هو بناخذ من دمه للمريض ونعمل كل الاشياء اللازمه بنسحب هالسيروم يلي بقلبه تنقدر نستعمله بالسيفير عم بحكي طبعا بالسيفير اي دراينس وات از يور اكسبيرينس اند وات دو يو ثينك اباوت ذس خلينا نبلش بالبارت الثاني وحنرجع على البارت الاولى سو اي لاف اوتولوجس سيروم تيرز اي جاست لاف ات اتس اميزنج ات داز وندرز اي يعني مش معقول قد ايه حلو
لأنه مثل ما أنت قلت كل الفاكتورز المطلوبة for a healthy regeneration of the eye موجودين بقلب البلد. بكفي أنك تعمل تشيل RBCs ويشيلوا البلازمينوجين ويتركوا لك السيرم ويصير المريض يقطر لحاله. So مثل ما قال البروفيسور روجي so أوقات تكون في عنا severe dryness نطلب من المريض أنه يروح يسحب دم لحاله من أكيد من المختبر وكون متفقين مع هذا المختبر وعارفين أنه بيقدر يعمل. وعنا فكرة بلبنان بأوتيل ديو a very nice lab بيعمل الأوتولوجيس سيرم تيرز بيسحبوا له الدم within one hour they centrifuge it يعبون بأمبولات صغار بيصير المريض حتى لحاله 3-4 مرات بالنهار. The two problems that I encounter with autologous serum tears. أول شغلة مش هينة على كل مريض تقول له روح على أوتيل ديو كل شهر مرة اسحب دم انطر لك ساعة ساعتين حضروا لك يوم لحتى ياخذوك يوم. في ناس بيستصعبوا النزلة المشوار في أشخاص بيحسوها سحب الدم كل شهر is like يعني شيء جنان لألهم. عرفت this is the number one. Number two كل disease بقلبه pro inflammation ما حبيت autologous serum tears معه لأنه نحن نعرف إنه blood your own blood causes some inflammation on the surface. So أنت you're lubricating you're giving all the nutrients to the surface بس كمان you're providing pro inflammatory mediators. So إذا كان في عندي أنا let's say stem cell deficiency, okay? Well, eye is quiet, I would love autologous serum tears. بس عندي a hot eye, alkali burn, عندي thermal keratitis, عندي stem cell deficiency because of OCP. Usually, ما بحب autologous serum tears. Usually, I don't like them so much. إذا كان في عندي active inflammation. أما إذا ما في عندي active inflammation, I love it. It does wonders. Neurotrophic ulcers اللي ما بيسكروا, perfect. بالنسبة للسكليرل صراحة ما كتير تشجعت إني استعملها مع إنه we tried it several times. It's nice. The science behind it is very smart. It definitely helps أكيد للأشخاص اللي عندهم this chronic neurotrophic ulcer اللي ما بيسكر وخلص ما عندك حل تاني غير إنك تسكر العين أو تحط له شيء. You can try it. بس the problem is still using a contact lens. Well, scleral has both, has a hard part and a soft part. The soft part بيعطيك more inflammation on the surface, more friction. The hard part هو البارت اللي بيكون بالعادة neutral ما بيعمل مشاكل. So, يعني أنا أوقات بتردد لأنه ما بدي أخلي المريض يروح يدفع مصاري كتير كرمال شيء يمكن يستفيد يمكن ما يستفيد عليه. So I leave it till the end. وأنا صراحة my experience للأشخاص اللي بدي حط لهم بالعادة eventually scleral مع هيدا بروح على الأميوتيك membrane that comes with the ring يعني مثل بروكيرا وبحطها هيك بدي حط له شيء خليني حط له شيء مع nutrients تبع الأميوتيك membrane. يعني it's an art صح كل شخص بيلاقي الطريقة اللي هو بتلاقيه مناسب لقلو أنا معك 100% في سؤال من الparticipants عم بيسألوا إنه فينا نحط هيك artificial tears حتى لو ما عندنا dryness بس just to prevent or نقعد كتير على screen. We can على شرط يكون preservative free. إذا كان preservative free then no problem. إذا كان في بقلبه preservative حتى لو كان a nice preservative don't put it إذا ما نكون شايفين بشيء. Excellent. في ناس عم بيسألوا about nocturnal leg ophthalmos إنه شو رأيك ناس يلي بناموا فاتحين عينيهم بالليل with open eyes so, أو ما بيسكروا problem of closure يعني of eyelid. Yeah. هلا إذا كان هو مش شاعر بشي بس بيقول له بالعربي نوم غزلاني. إذا كان يفحص حاله مرة واحدة عند الophthalmologist أو عند optometrist ويعملوا stains اللي حكينا عنه. إذا ما في ستين نهائياً معناتها حتى لو بشق عينه بالليل عندنا شيء فينومينا اسمه بيلز فينومينا بترفع هالعين خلال النوم وبتغطي الكورنيا كلياتها بمنطقة تحت الايليد ما بيكشف غير السكليرا ساعتها ما في مشكلة ما في داعي لا اونتمنت ولا لوبريكيشن ولا شيء. أما الأشخاص يلي هن they are يعني سيمتوماتيك يعني هن بيفيقوا الصبح بحسوا عيونهم أرمدي أو راحوا عند الأوفتالمولوجيست أو الأوبتومترست ولقيوا في عندهم بالفعل inferior dryness
then I advise ان يستعملوا ointment بالليل كذا مره يعني اذا بيشرب مي كذا يستعملوا المرعى مره ثانيه. Thank you very much. Welcome. Thank you لكم يا جماعه. It was a pleasure. Have a nice eve everybody. انا بدي اقول thank you لدكتور روجيه, thank you لدكتور بشير, thanks لكل الاشخاص اللي حضروا اليوم. وبدي اطلب من هؤلاء الاشخاص اللي حضروا اليوم كمان يسجلوا بالمحاضرات اللي جايه. وبدي اقول باسم جمعيه العنايه بالنظر, انا بدي اعتذر من الاشخاص اللي ما قدروا يفوتوا على الميتنج, اكثر من 100 شخص, مع انه نحن اخذنا التقنيه اللي هي بتساعد 300, لكن في كثير اشخاص كانوا عم يبعثوا لي انه ما قدروا يفوتوا لما كان في 100 شخص بقلب هيدا الميتنج. نحن بنوعدهم ان شاء الله بالمحاضرات اللي جاية نفتح ل 300, وإذا نقدر للألف ما رح نقصر. Thank you دكتور بشير ودكتور روجيه مرة تانية وثالثة. دايما دكتور روجيه بعد هيدا الأداء اليوم ما رح نخلي ولا محاضرة أنت تكون غايب عنا, هيدي بكل صراحة. Thank you very much. Thank you Professor Roger. نشوفكم.